أعزائي مشاهدي ومتابعي مصر نيوز في كل مكان، معاكم في لايف جديد، لايف حزين جدا بعد إعلان حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي خبر وفاة كابتن إيهاب. الشعب المصري وحزين أكتر للوسط الرياضي على وجه التحديد، وهو خبر وفاة كابتن أسامة جلال عن عمر يناهز 57 عام بعد تعرضه لجلطة في المخ منذ عدة أيام، وقعد على إثر هذه الجلطة عدة أيام في المستشفى، وحاولوا الدكاترة كتير جدا خلال الأيام القليلة الماضية إن كابتن إيهاب جلال يستعيد صحته، ولكن القدر كان أقوى منهم ورحل عن عالمنا منذ دقائق قليلة كابتن إيهاب جلال. رحمة الله على كابتن إيهاب جلال، وربنا يا رب يرزق أسرته ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلام. كان من أبرز المدربين في مصر في الفترة الأخيرة، درب كابتن إيهاب جلال أكثر من 10 أندية خلال مسيرته الكروية، وكان لعل أبرزهم نادي بيراميدز ونادي الزمالك ونادي الإسماعيلي ونادي مصر المقاصة والعديد والعديد من الفرق، كان سواء الفرق الجماهيرية أو الفرق غير الجماهيرية، كان زي ما قلت لحضراتكم أبرزها نادي الزمالك وبيراميدز، كان حقق طفرة كبيرة مع نادي مصر المقاصة في إن هو يخليها تاني فريق في الدوري يكون مصيف في الدوري، وكمان درب منتخب مصر منذ عام تقريبا لمدة 6 مباريات وتم إقالته. كابتن إيهاب جلال زي ما قلت لحضراتكم من المدربين المخضرمين جدا سواء على مستوى التدريب، كمان يتصف بالجدية والصرامة والخلق الطيب، وله العديد والعديد من المواقف الكويسة مع جميع اللاعبين اللي دربهم، والجميع كان بيشهد ليه بالاحترام والخلق. كابتن إيهاب جلال من المدربين اللي قدروا ان هم يسيبوا بصمه كبيره في تاريخ الكره المصريه. بننعي جميع الشعب المصري عموما والوسط الرياضي خصوصا واهله وزميله، بندعي لهم ان هم ربنا يصبرهم على الفجعه الكبيره، ويرحم كابتن إيهاب جلال ويسكنه فسيح جنته. بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعه.